السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنعرف ازاي نستخدم موقع استرولوجي كاستيوري. هنفتح هنيجي كده احمد نيجي جوجل بس عشان نفتح السايت ازاي. استرولوجي ببدأ اخش على السايت كده ببدأ اقول له فايند اب از كيلو. اول حاجة بيطلبها مني الاكسس كود، وده هيكون استاذ المادة شيره او بعته لحضرتك على جروب. هبدا احط الاكسس كود كده واقول له كونتينيو، يبدا يقول لي يلا ساين اب، دخل بياناتك، تاكد بيانات بتاعتي عادي جدا، واكتب اي ايميل من بتاعي، يفضل تستخدم الايميل بتاع حضرتك، وهنا بنعمل ايميل وبنكتب اي بيانات من هنا في الفيرست ديت، نحط تاريخ الميلاد بتاعنا، وبنقول له بنعلم علامه صح على ان موافق على البرايفسي بوليسي، وبعدين بقول له ريجستر. هنا هلاقي فتح لي الموقع. لو دوست على كورسي هلاقي ادي الكورس اللي انا سميت لحضرتك الاكسس كود بتاعه. هبدا الاقي فيه الليكتشر، ابدا اعمل لها داونلود عادي جدا جدا. ايضا لو انا في اساينمنت الاستاذ او الدكتور طلبه اقدر اخش على الاساينمنت وابدا اعمل سبمت الاساينمنت، اكون انا مجهز الاجابه وابدا اعمل لها ابلودنج كده واختار الفايل واعمل له ابلود. طيب في كمان من ضمن المميزات الجميله جدا ان في موقع في موبايل ابلكيشن اسمه سكولوجي، نفس الاسم ده على الاب ستور وعلى جوجل. شكرا.